قصص الرعب دايما بتشدنا وبتشد ناس كتير قوي. صحيح في مننا كتير بيخاف، وفي ناس ممكن لو سمعت قصة رعب او شافت فيلم رعب بتبقى مش عارفة تنام بالليل، بس ده لا يمنع برضو ان النوع ده من القصص والافلام ليه مكانة خاصة جدا عندنا. على صفحات السوشيال ميديا كمان هنلاقي ناس كتير قوي بتهتم باي محتوى مرعب، ويمكن سر انتشار الصفحات دي وسر حبنا للنوع ده من القصص والحكايات انه بياخدنا لعالم بيكون دايما مليان بالغموض والاسرار، فتلاقينا دايما كده بنحاول نعرف عنه اكتر. النهارده هيكون معانا واحد من اهم البلوجرز في محتوى الرعب، وهو روماني حبيب، مؤسس صفحه وقناه في الضلمه، واللي وصل عدد متابعينه لاكثر من 3.5 مليون متابع. ازيك يا روماني؟ ازاي حضرتك يا استاذ ريهام؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انا يعني عشان نتعرف عليك اكتر، اول سؤال هساله لك، ايه اللي خلاك تروح للمحتوى ده بالتحديد، محتوى الرعب؟ هو الموضوع كله اصلا بدا ان انا دخلت في المجال ده بسبب الفويس اوفر في الاول، يعني ما كانش في دماغي بقى ان انا ابدا في الرعب او ابدا في اي كونتنت تاني. بس لما واحده زميله ليا عرضت عليا ان انا اسرد في الاول قصه رعب، كانت حاجه مؤلفه يعني، فلما بدات اعملها لقيت ان هي اقتنعت بيها جدا، مع ان هي اللي مالفاها اصلا، فهي اللي عرضت عليا فكره ان انا اخش في سكه الرعب دي، لكن هي ما كانتش مترتب لها اصلا ان هي تبقى في المجال ده بالذات. فحست ان في زي طريقه اقناع شديده للموضوع، فبدات بقى ان انا اسرد عن الحاجات الحقيقيه بقى، ما دخلتش في سكه ان هي مجرد رعب، لا ده مجرد حاجات اوريدي حصلت ومنتشره في جميع المواقع وكل الناس اتكلمت عنها قبل كده. طب وليه سميت البيج بتاعتك في الضلمه؟ علشان بقى بتتكلم عن كل حاجه غامضه مش ظاهره في النور، بتبقى يعني دايما موجوده في الضلمه، يعني حاجات مش حبيت اجيب اسم القناه على وزن حاجه انا بعملها في القناه اوريدي، يعني معظم الجرايم او الحاجات دي بتبقى في الضلمه، ما حدش بيبقى عارف عنها حاجه، فاحنا بقى بنطلع الحاجات دي للنور يعني زي ما بيقولوا. روماني انت رعبتني انا شخصيا. هو انا اهلي اصلا بداوا يخافوا مني، ويعني واصحابي بداوا يخافوا مني، وخلاص بمجرد ان انا دخلت في المجال ده الموضوع اتغير معايا تماما. طب انت عرفت على الناس دي ازاي؟ يعني انت بتدور في ايه؟ بتقرا في الادب مثلا بتاع الرعب؟ يعني بتجمع القصص دي ازاي كمان؟ هو على حسب الفكره يعني اللي انا هعمل عنها، يعني لو مثلا جه في دماغي ان انا اعمل عن شخصيه شريره، فبدور بقى عن الشخصيات اللي ممكن تكون عملت حاجه في التاريخ وما تتنسيش، يعني مثلا لو هو قاتل معروف عالميا، لو هي قبيله مثلا بتعمل عادات وتقاليد مش سهله او احنا كبشر عاديين مش متعودين عليها، وهكذا. ممكن مثلا اقعد 3 ايام او يومين علشان مثلا الاقي موضوع واحد بس اللي هو اللي بيتعمل 10 دقائق في اخر اللي بيتشافوا دول. يعني انت عرفت على الناس دي ازاي مثلا يا روماني؟ عرفت عليهم من فين؟ اللي هم اللي في الفيديو بالذات؟ مثلا لا ده مثلا يعني الفيديو ده مكتوب في كذا منصه اجنبيه كاتبين عنه، وفي بلوجرز اجانب كتير جدا راحوا للاماكن دي وصوروا هناك يعني، والجماجم اللي هم بيعملوها من الراس بتاع اعدائهم دي اصلا بتتباع، وبتتباع بمبالغ عاليه جدا بتوصل لالافات الدولارات، بسبب ان الناس الاغنياء بيعتقدوا ان الراس دي او الجمجمه دي بعد ما بيتعمل فيها كل الحاجات دي بتجلب الحظ. فالموضوع منتشر. بس حظ جميل قوي بصراحه، ممكن الكل يسمع عنها. هو طيب الناس دي فعلا يعني في منها كتير، يعني انا عملت سلسله كامله عن اغرب عادات وتقاليد بس بعيدا عن الرعب لوحده يعني. طيب انت في حد بيساعدك في عمل الفيديو؟ لان انا كمان لما احنا بنتفرج دلوقتي لقيت ان في جرافيكس وكده. هو طبعا ايام الامتحانات لازم ان انا كنت بلجأ لحد من اصحابي بيقف معايا في السكريبت او في التدوير على الموضوع، لان طبعا الموضوع مرهق جدا طبعا. بياخد مني تقريبا شغل 3 ايام عشان اطلع الفيديو الواحد، يوم تصوير يوم مونتاج يوم عشان خاطر احضر اصلا المواضيع والكلام ده، فبلجأ طبعا ان انا اشوف حد على الاقل يساندني في ان هو يلاقي معايا الموضوع حتى لو انا هكتبه، يا اما بقى مثلا حد بيساعدني في كتابه الموضوع نفسه او انا اديله التوبيك، واخويا بيقف معايا في التصوير في تظبيط الزوايا بتاع الكاميرا والحاجات دي. يعني انتوا تيم تقريبا مكون من كام فرد؟ يعني لو هنعمل باستمرار وانا كتيم هنبقى 3 بس. وانت بتنزل قصه كل قد ايه؟ كل مثلا 3 4 ايام لو الدنيا متظبطه، لو في امتحانات ممكن مره كل اسبوع. وبتقعد تقرا في ال3 ايام دول طبعا قبل ما تطلع الفيديو اكتر عن الموضوع عشان تجمع معلومات؟ طبعا، ولازم اجيب الجرافيكس الملائمه ليه قبل ما اعمله اساسا، يعني بالزبط. انا ممكن انزل فيلم كامل عباره عن كام جيجا عشان خاطر اخد منه لقطه.
ممكن تكون قريت كام قصة لحد دلوقتي يا رومان؟ لا كتير كتير جدا، انا تقريبا من ساعه ما بدات داخل في سنتين كل يوم ممكن اقرا قصص، كل يوم اوكي قصه او اتنين، ففي حصيله قصص رعب كتير يعني، كنت بعاني من الكوابيس بسبب الموضوع ده. ده اكيد. كنت لسه عايزه اسالك، في قصه معينه كنت مثلا وانت شغال عليها انت شخصيا كنت خايف منها؟ في كذا قصه، مش قصه واحده بس. في الاول كانت نوره الطقاقه، اللي هي المفروض ان هي بتحيي الافراح وعامله زي الدي جي حاليا، بس كان زمان بقى في السبعينات والثمانينات ما كانش فيه الدي جي والكلام ده. فالست دي هي اللي كانت بتروح بقى بالفرقه بتاعتها وتطبل وتعزف وتحيي الفرح يعني. فالست دي المفروض ان هي راحت حيت فرح كان ما فيهوش غير الجن بس، شافت رجول معيز الناس وهي واقفه والبيت كان مهجور اصلا، وما اللي استدعوها مش موجودين يعني، ما لهمش وجود. فالفيديو ده اصلا طلع ترند، فطلع نور الطاقه ترند، محدش كان يعرف عنها اصلا، جاب 7.5 مليون مشاهده على الفيسبوك. روماني، تعرضت قبل كده لكومنتس سلبيه من الجمهور على السوشيال ميديا بسبب البيج بتاعتك في الضلمه؟ في ناس طبعا اكيد يعني تعرضت، بس مش اللي هو التعرض الهجوم، لا اللي هو ممكن واحد يقول لي انت بتكذب مثلا، اللي هو بيبقاش مستوعب ان انا مجرد بنقل لك حدث. بيبقى في دماغه ان انا بقول لك على حاجه حصلت، يعني حصلت وانا شفتها بعيني، مع اني بنوه ان كل الكلام ده مجرد قصص متداوله او اساطير الناس سمعت عنها، انا ما بجيبش كلام من عندي، انا مجرد بس للقصص بس. بس طبعا اكيد بيبقى في عقليات ما بتستوعبش كده بمجرد ما تشوف الفيديو على السوشيال يعني ميديا، بيقولوا لك يقول ايه لك لا ده بيكذب، اللي هو مثلا انت بتخرف، انت بتكذب، اللي هو لا مش مثلا، ممكن يعترضوا على حاجه تاني، اللي هو انما الحمد لله معظم الناس بيبقى عاجبها طريقه الالقاء والاقناع، بغض النظر عن القصه نفسها يعني، حتى لو هي ما حصلتش وهما متاكدين ان هي ما حصلتش، فلا بيقول لك انت اقنعتنا بالقصه حتى لو هي مش حقيقيه يعني. بس انت كل القصص اللي بتجيبها بتكون حقيقيه معظمها، او اساطير متداوله يعني، مثلا زي النداهه، عملت فيديو عن النداهه، هي مش اكيد ان في حاجه اسمها نداهه، بس جدي وجدك ممكن يحكوا عن حاجه فيها اسمها النداهه في الصعيد وكده، فبنقل الاحداث اللي اصلا اتكتبت في جرايد عالميه واتكتبت في حتت كبيره يعني، مش بجيب كلام انا بالفه يعني. تمام. طيب المؤثرات الصوتيه بتلعب فيها انت جامد قوي، هي والاضاءه بتخلي الموضوع اصعب ولا ما بلعبش في اي مؤثرات يعني؟ في مزيكا وكده، انت حاطط مزيكا وكده؟ انا حاطط ميوزك خفيفه كده في الباك جراوند، انما ما بعملش اي ساوند افكت ممكن ترعب او تفزع، وده اللي انا شغال عليه اوريدي، لان انا مش هينفع اخوفك من طريقه المونتاج، انا هخوفك بطريقه الالقاء والكلام علشان ما تعتبرش شطاره ان انا افزعك بالمؤثرات دي، ان هو يكون مركز في القصه نفسها، ما يكونش المزيكا او الصوره هي اللي بتخليه يدخل في المود بتاع الرعب. بالظبط، مش الجرافيك او الموسيقى اللي محطوطه، هو مجرد الاقناع بس بالحاجه يعني، انت لو مش مشدود اصلا مش هتكمل الفيديو للاخر. طيب في الفتره الاخيره انتشر على التيك توك بلوجرز بيعملوا مغامرات مرعبه، زي مثلا ان هم يروحوا مكان مهجور او المقابر، انت شايف ازاي النوع ده من التجارب خصوصا انه بيبقى لايف؟ لا انا شايف ان حاجات زي كده اصلا بتبقى فيك، مش حقيقي يعني، 90% منها، بلاش نقول كلها، 90% منها بتبقى فيك حتى لو لايف. بيبقى مثلا بيبقى هي اصلا عباره عن عماير عاديه، او بيبقى مش مقبر ولا حاجه، هي بتبقى حاجات يعني. انا صادف قدامي كذا فيديو قبل كده انتشر على الفيسبوك، انا عموما ما بفتحش تيك توك اصلا، بتبقى مباني عاديه، بس هما بيبقوا مظبطين بقى البني على هيئه ان هي مقابر او ان هي عماير مهجوره، هي مجرد بس عماير ما فيش نور واصل ليها مش اكتر. طيب روماني، ايه خطواتك الجايه؟ هتعمل ايه؟ هو ان شاء الله بحاول ان انا اطمح يعني ان انا اعمل عمل كبير بقى، ايا كان في مجال التمثيل او اي حاجه. انت عامل كتاب كمان صح؟ عامل كتاب نزل في معرض القاهره اللي فات ده، والحمد لله انا عامل شغل تقيل الحمد لله. طيب الكتاب ده كان بيتكلم عن ايه؟ قول لنا. بيتكلم برضو عن القصص الحقيقيه اللي هي اوريدي معموله، انا مجرد بس سردتها بنفس الطريقه اللي انا بسرد بيها الفيديوهات، انما هي برضو قصص حقيقيه وموثقه اساسا بالصور. اوكي. لو في قاتل مشهور مثلا، او الجماعه اللي هم كانوا بياكلوا لحوم البشر زمان ويطبخوها ويبيعوها، في صور للناس دي اوريدي. التجارب اللي هي كانت بتتعمل على المساجين. يا روماني والله بجد. التجارب اللي هي بتتعمل على المساجين والحاجات دي كلها برضو ليها صور موثقه، وحتى الاوبئه والامراض زي الانفلونزا الاسبانيه والحاجات دي، كل الكتاب بيتضمن القصص اللي هي الحقيقيه دي بس. طيب غششنا بقى، هتعمل ايه قصه جديده اكسكلوسيف لترندز؟
اللي جاية؟ ممكن يكون عن الاستنساخ او عن حاجه تاني بقى، مثلا زي رايه وسكينه او الحاجات دي. هو انا لسه لحد دلوقتي الصراحه ما، بس هو بنسبه كبيره ممكن يكون الاستنساخ يعني. ربنا يوفقك يا روماني، وبشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. ربنا يخليك، والله ده شرف ليا يعني وعلى راسي. ميرسي. وبكده تكون حلقتنا خلصت، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. باي باي.